نجدد اللقاء بكم والترحيب دائما مع هذه الانطلاقات ومع انطلاقة شوطنا الثالث عشر والمخصص إلى أبكار المحليات الأصايل للسن الأجداع لمسافة الستة كيلومترات هي الرحلة الحاضرة والمرافقة لهذه الأسماء وهذه الشعارات الباحثة عن الناموس والباحثة عن الانتصار في هذا المهرجان الكبير. أتابع البداية جبارة من تتسلل هنا بالمركز الأول المملوكة لخميس بن سعيد بن سالم الكعبي من يتقدم هنا مع هذا الشعار مع المركز الأول. المركز الثاني شعار بن ملهوف يأتي مع حفلة راشد بن حمد بن سعيد بن ملهوف فالكتيبي يأتي مع المركز الثاني. وأما ثالثا وصول حذرة هنا لتتدخل سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق هنا مع هذا الشعار مع المركز الثالث. وأما رابعا الوصول هناك من الجانب الآخر شعار الخطير يتدخل مع خيال أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي ينطلق مع المركز الرابع. وخامسا وصول بلسم هنا سعيد بن محمد بن حميد الكتيبي مع بلسم مع المركز الخامس. وسادسا وصول في هذه اللحظات حشيمه عبد الله بن علي بن عبيد بن علي الشامسي مع المركز السادس. واما سابعا متابعونا الاعزاء وصول دمعه هنا قادمه حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري ياتي هنا الشعار الاقتصادي ليكون حاضرا ضمن دائره المنافسه الاولى مع المركز السابع. اما المركز الثامن وصل شعار النعيمي ليتدخل مع تحذير فيصل بن سالم الخريباني النعيمي قادما مع المركز الثامن. وتاسعا وصول متابعونا الاعزاء في هذه اللحظات القادمه من ذيار معبد بن صويح بن سيف الكتبي مع المركز التاسع. وعاشرا المركز العاشر وصول أسيل والمملوكة لسعيد بن مسلم بن طرشوم العامري يأتي مع المركز العاشر. هكذا هي النتيجة هكذا هي الأسماء هكذا هي النتيجة متابعونا الأعزاء ونداءنا الأول لرحلة هذا المسار لرحلة هذا الانطلاق الجميل والمثير مع هذه الأسماء وهذه الشعارات الكبيرة التي دائما تكون حاضرة بالإثارة والمتعة في هذا العالم الساحر عالم الأصالة والتراث. أعود مع المقدمة الأولى أعود مع المركز الأول شعار الكعبي لا زال يسيطر ويقدم جبارة حتى هذه اللحظات. هو قائد لهذا المسار هو قائد لهذه الرحلة الجميلة خميس بن سعيد بن سالم الكعبي. الكعبي أنت بطل هذا التحدي حتى هذه اللحظات. المركز الثاني القادمة هنا حشيمة مع شعار الشامسي والمملوكة لعبد الله بن علي بن عبيد بن علي الشامسي يأتي مع المركز الثاني. وصلت خيال وصل شعار أحمد السلطان بن رشيد السويدي قادما مع المركز الثالث ولكن ينخطف المركز الثالث من الجانب الاخر. بلسم سعيد بن محمد بن حميد الكتيبي قادما مع المركز الثالث بدأ يتسلل نحو المركز الثاني. يا سلام عينه على الناموس. المركز الرابع هنا في هذه والخامس عفوا قدوم متابعونا الاعزاء دمعه قادم محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري وصل مع المركز الخامس. وسادسا وصول شعار الخريباني قادما هنا مع تحذير فيصل بن سالم الخريباني النعيمي قادما مع المركز السادس. وسابعا وصول في هذه اللحظات وصل شعار الظاهري ليقدم مثايل محمد نسرور بن شهوان الظاهري قادما متابعون الاعزاء مع المركز السابع والمركز الثامن. الواصل هنا في هذه اللحظات مختار قادمة سالم بن حمد بن الدليل العامري قادما مع المركز الثامن. وتاسعا وصول اسم جديد في هذه اللحظات وصل وصل شعار الابقومي ليتدخل مع الشانية صالح بن فالح بن سوقان
الدغفلي الابقومي قادما مع المركز التاسع وعاشرا الوصول والانضمام هنا في هذه اللحظات من الاسم القادم وصلت العين علي بن بطي بن عبيد الغفري قادما مع المركز العاشر. واختم به النداء الثاني لرحلة هذا المسار لرحلة هذا التحدي 2 كيلو ما تبقى عن نهاية هذا المسار وعن الناموس الذي بالانتظار لجميع الفائزين لجميع المتواجدين في هذا التحدي في هذا المسار في ميدان التلة في مهرجان سيد أبو خالد. هنا تأتي هذه الأسماء لتكون حاضرة بالإثارة والمتعة، ولكن اللي غيرت اللي سيطرت على المركز الأول شعار الشامسي يقود هذا المسار ويتقدم حشيمة عبد الله بن علي بن عبيد بن علي الشامسي من يأتي مع المركز الأول. المركز الثاني بلسم قادمة هنا من الجانب الآخر والمملوكة لسعيد بن محمد بن حميد الكتبي قادما هنا مع المركز الثاني وثالثا. وصل شعار الظاهري ليتدخل مع مثايل محمد بن سرور بن شهوان الظاهري مع المركز الثالث ورابعا القادم شعار الابقومي. وصل في هذه اللحظات وصل وهذه المملكة ليتدخل مع الشاهنية صقر بن فالح بن سوقان الدغفلي الابقومي قادما. الابقومي هنا واصل مع المركز الرابع وخامسا وصول الشعار الاقتصادي قادما هنا مع دمع حمد الغانم بن علي بن حمود الظاهري مع المركز الخامس. والمتدخل شعار الغفلي قادم هنا مع العين علي بن بطل بن عبيد الغفلي بدأ يندفع من المركز السادس ونحو المراكز الأولى. هكذا هي النتيجة والادخال غلاف الجوي الكيلو الخطير جولة الأوامر وجولة التحركات التكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك روح يلي تبي الناموس. تحركت الأسماء لا زال الشامسي يتقدم حشيمة مع المركز الأول ومثايل مع شعار الظهر قادمة هنا. ومن الجانب الآخر بلسم مع شعار الاكتبي احلوت المنافسة والبقومي قادما مع الشانية مع المركز الرابع. ولكن الصدارة الأولى حشيمة عبد الله بن علي بن عبيد بن علي الشامسي لا زال مسيطرا 500 متر الأخيرة. الله 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 حشيمة في مقام الحشمة والانتصار والناموس. يا الشامسي بالانتظار أصدر التعليمات الشامسي على حشيمة لتباعد المسافة لتروع مع الشوط تروع مع الرقص الجميل. والمركز الأول لا زالت حشيمة عبد الله بن علي بن عبيد بن علي الشامسي يقود هذا المسار. الابقومي يتحرك مع الشانية من الجانب الآخر صقر بن فالح بن سوقان الابقومي. ولكن حشيمة بعدت المسافة. حشيمة عبد الله بن علي بن عبيد بن علي الشامسي سلام تهانينا والناموس والانتصار لمالك حشيمة عبد الله بن علي بن عبيد بن علي الشامسي من قادة نحو الناموس والانتصار. المركز الثاني كان وصول متابعونا الأعزاء. المركز الثاني كان وصول مختار سانة بن حمد الدليلة العامري، وثالثا كان وصول متابعنا الأعزاء الشانية صقر بن فالح بن سوقان البقومي، ورابعا كان وصول متابعنا الأعزاء مثايل محمد بن نصر بن شعوان الظاهري، وخامسا كان وصول متابعنا الأعزاء مذيار معبد بن صويح بن سيف. التقدم زمن 9:21 وفاء وكمالا تقدم متابعنا الأعزاء حشيمة عبد الله بن علي بن عبيد بن علي الشامسي تانا موسى مركز الشعار. مركز ثاني توقيت متابعنا الأعزاء 9:21:06 الزمن الثانية توقيت متابعنا الأعزاء مختارة سالم بن حمد الدليلة العامري، وثالثا توقيتها عطني مخرج التحكيم المركز الثاني صاحبة المركز الثاني مذيار الثالث مذيار معبد بن صوايح بن سيف الكتب، وتوقيتها
تسع دقائق 21 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية، توقيت مذيار، معبد من صويح بن سيف، الكتبي، تهانينا من أمو جميع الفايزين.